انت لحنت طبعا لمجموعة مطربين يعني انت، انما من الغريب يعني انك انت لحنت لحميد الشاعري. يعني قول انا هقول لك لحنت لمدحت صالح يعني ماشي يعني، انما لحنت لحميد الشاعري اللي هو كسر الدنيا الحان يعني. كان ساعتها في مغضوب عليه ومعمول عليه اكس من نقابة المهنة الموسيقية لاسباب بقى معروفة يعني. فكنت انا احد اهم اصدقائه اللي بروح له المنفى الاختياري اللي اختاره لنفسه، كان اخر شارع على الهرم، كان واخد فيلا كبيره كده بجنينه، وكل يوم اروح اسهر معاه ويعمل لي مبكبكه ليبي بقى وجو. انا بفرح انا في الاكل اروح، لكن بس الولاد خلاص. المهم رحت، فكل يوم نقعد نجيب الجيتار بتاع اغني حاجه، فرحت اغني له الاغنيه دي كنت انا كاتبها وبالحاله. فتعجبه نغني، قعدنا سنه نغنيها بس لنفسنا نستمتع بس بيها. ونضيف عليها حته ونشيل حته لما جه عمل الالبوم بتاعه اللي هو فيه الاغنيه دي، ما كانتش الاغنيه دي في الاعتبار والله العظيم يا جمال، وده سر. الشريط نزل على اسمه يم الفستان الاسود، اسمه كده كويس، والهيد بتاع الشريط ده كان اسمه يم الفستان الاسود كويس. الراجل المفكر الجميل وهو الكرييتيف يعني محسن جابر قال ما ينفعش شوفوا لنا حاجه بقى قويه تشيل الليله دي، الموضوع برضو مش قوي كده. فهو قعد مع نفسه فقال لي، فانا جالي خبر، ما قاليش ده، جالي خبر من واحد صديق لي اسمه حسين عثمان، قال لي على فكره عنتر اغنيتك عيني اللي انت بتغنيها لنا في القعده دي حميد هينزلها في الشريط. ففرحت قلت له خلاص يعني يا ريت، فاشتغل فيها. فلما نزلها ما كانتش الهيد، كان برضه يوم الفستان الاسود والالبوم اسمه الفستان الاسود. لما جه الراجل قال حسين جابر قال لك لا ما ينفعش، دي هي الهيد ودي اللي هتتصور. ازاي ومش ده هي كده، وخد كان فعلا ودخل فيها هشام عباس. عباس لا دي كانت ثلاث اشخاص، هم كانوا ثلاثه هيغنوها، هشام عباس وحميد الشاعري وواحد اسمه يحيى العراقي صديق لينا مطرب جميل جدا كويس، هو بيغني في جليال. وبعدين الاغنيه لما طالت بقى حصل لها دخلت بقى في 7 دقائق. قال لك معلش استاذنوه طبعا، وهو زعل بس فخلوها هشام وحميد. بس انا الاغنيه دي على فكره انا مش عايز اسميها دويتو، لان في عرف الدويتو هو الحوار ما بين طرفين مختلفين يعني او منسجمين بس وجهتين نظر يعني بالظبط، لكن انا مفيش وجهتين نظر، هو هي غنوه بصوت واحد انما بيغنوها اتنين اصحاب. طيب انت هنا في حكايه النوع ده من الاغاني عملت كمان اغنيه محاله اللي هي برضه دويتو بين حميد الشاعري ومدحت صالح. ومدحت صالح دي اغنيه انا بقى على شخصيا بالاغاني المفضله عندي جدا، لان فيها ابداع وفيها مدحت صالح ده خطر بصراحه يعني مش طبيعي. فلما اتغنت وانا يعني ريت الناس تسمعها الاغنيه دي، الاغنيه فيها شويه شغل موسيقى، وعلى فكره برضو انا كاتبها على لحن يعني، حتى هي لما وديتش ورقه وحميد لا هو عمل التيمه دي وانا قعدت اكتب يعني دي لحن حميد. لحن حميد مش لحن كده، لا 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 لحن حميد. لا مش كويس ان احنا نصحح المعلومه. لا 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 كويس.